عندي أخ أكبر مني يبلغ من العمر حوالي 27 عام، سليم في خلقته وتصرفاته، لكنه لا يعرف يحسن الصلاة، مع أنه يصلي كل وقت حاضر، لكن يصلي كما شاء، فمثلا الصبح يصلي ركعتين أو ثلاثة أو أربعة، والظهر كذلك، وباقي الصلوات، كيف تنصحوننا حيال هذا الرجل، وهل نزوده أو لا؟ جزاكم الله خيرا. الصلاة لابد أن تؤدى على ما شرعه الله سبحانه وتعالى، في عدد ركعاتها وفي أوقاتها ومع جماعة المسلمين، صلاة الصبح ركعتان، وصلاة الظهر أربع ركعات، صلاة العصر أربع ركعات، صلاة المغرب ثلاث ركعات، صلاة العشاء أربع ركعات، لابد أن تؤدى هكذا، وفي حالة السهر، في حالة السهر يقصر الرباعية إلى ركعتين، صلي الظهر ركعتين والعصر ركعتين والعشاء يصليها ركعتين، هذه هي الصلاة المفروضة، والأمر ليس راجعا إلى اختيار الشخص أو ذوقه، يصلي كيفما شاء ومتى شاء، بل يصلي كما أمر الله سبحانه وتعالى، إن الله تعالى يقول: وأقيموا الصلاة، وإقامة الصلاة الإتيان بها على ما أمر الله سبحانه وتعالى به، من غير زيادة ومن غير نقص، أما هذا الرجل الذي يتلاعب في صلاته لا يتقيد بعدد الركعات ولا يتقيد بالأوقات، صلاته غير صحيحة، فكأنه لم يصلي، بالتالي لا يجوز تزويجه وهو على هذه الحالة، إلا إذا تاب إلى الله عز وجل، ورجع إلى دينه رجوعا صحيحا، وحافظ على صلاته محافظة صحيحة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.